وإلى الانتخابات الأمريكية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها تشرفت بتأمين أصوات كافية من المندوبين لتصبح المرشحة الديمقراطية للرئاسة. وأعلنت جيمي هاريسون رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية أن نائبة الرئيس حصلت على أغلبية أصوات المندوبين لتصبح مرشحة الحزب التي ستنافس دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في نوفمبر القادم، الخامس من شهر نوفمبر بالطبع، على الرغم من أن ترشيحها لن يصبح رسميا حتى يوم الاثنين القادم، وهو موعد نهاية التصويت الافتراضي. بينما تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإطلاق العنان للجحيم في تجمع حاشد له في أتلانتا، مستهدفا خصمه الجديد كامالا هاريس بعد أيام فقط من تجمع آلاف من أجلها في جورجيا. للمزيد بينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. والمشهد الانتخابي والتنافس المحتدم في الفترة الأخيرة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، اطلعنا على آخر ما أشرت إليه استطلاعات الرأي الأمريكية، خاصة مع جمع نائبة الرئيس الحالية والمرشحة المحتملة أو خلاص التي باتت رئيسية مرشحة للحزب الديمقراطي، وجمعها أعداد كبيرة من الأصوات، وجمعها أيضا لأموال كثيرة في أقل من 10 أيام. أستاذ أحمد، أمريكي، نعم، تفضل. المشهد عبارة عن أنه في انقسام حاد في الشارع الأمريكي، ولكن هذا الانقسام يعني نقدر نقول انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي ودعمه لنائبته المرشحة القادمة يعني كامالا هاريس. أعتقد أنه كان توقيت جيد وقرار شجاع، لأنه وضع الحزب الديمقراطي في موقف جيد يستطيع من خلاله أن يعدل الكفة، حتى أن المبادرة الأخيرة اللي كانت بين ترامب وبايدن كانت حظوظ بايدن أمام ترامب غير مشجعة له، وأحبطت كثيرين من أعضاء وحزب الديمقراطي، حتى الشارع الأمريكي كمان كان غير راضي عن أداء الرئيس بايدن. وبالتالي أمريكا تستعد بقدرة وبشجاعة وبسرعة أن تستعيد الأوضاع. لما نقول لماذا كان هذا التخاذل والوضع غير مناسب لبايدن، في 3.5 سنوات السابقة دخلت أمريكا في حربين، دعما لأوكرانيا في حرب روسيا ضدها، دعما لإسرائيل في حرب على إسرائيل، دعما لإسرائيل في حرب على فلسطين. وبالتالي الشارع والشعب الأمريكي وجد أنه ليس له ناقة أو جمل. لكن ما الذي سيتغير في حال أتت هاريس وفازت في الانتخابات مع اقتراب استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من الصحف الأمريكية زي وول ستريت جورنال وغيرها من اقتراب المنافسة واقتراب عدد النقاط، وأيضا الوقت يبدو غير كافي، في أقل من 100 يوم ستجرى الانتخابات الأمريكية؟ نعم، التغير، وهذا سؤال جيد، قد يكون مفاجأة للشارع الأمريكي. احنا ما ننساش في 2016 لم يكن أحد يتوقع أن تكون نتيجة المنافسة ما بين هيلاري كلينتون وترامب أن يفوز، ولكن اللي حصل في اللحظة الأخيرة احنا عارفينه. نقدر نقول عندما انسحب بايدن وتقدمت كامالا هاريس، أعتقد أنها كانت صدمة غير متوقعة لترامب، لأنه ترامب يمثل فريق شوقي وبايدن يمثل عبد الوارث عصر. بالتالي كان بيتوقع ترامب ان هو اذا كان هيفوز بسهوله على بايدن يبقى من السهوله جدا ان يفوز على كامالا هاريس. كامالا هاريس نقدر نقول انها سيده في الظل، استمرت 3.5 سنوات تخدم مع الرئيس الامريكي كنائبه الرئيس، لكن مش معنى انها تكون سيده في الظل انها ليس لها حضور. النهارده بعد التنازل من والانسحاب من بايدن إلها، في خلال أقل من 48 ساعة كان 50 ولاية ينعموها والحزب الديمقراطي واقف وراها. أعتقد وهنا الحزب الديمقراطي حتى تنتهي الأصوات الافتراضية يوم الاثنين، يعني بعد غد، على ماذا يعول في ترشيحه ودعمه لكامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي؟
أعتقد عدة أسباب يعول على أنه لا يريد أن يخسر السباق الرئاسي، وإذا كان أداء الرئيس بايدن لم يكن مشجعا للشارع الأمريكي، فإحنا أتينا بصورة أخرى من النائبة استطاعت أعتقد بشكل سريع من خلال مطبخها ويعني غرف العمليات الموجودة معها وورش العمل أن تخاطب الشعب الأمريكي بشكل يمكن أن يقلب الثولة على ترامب، وهذا شيء متوقع في المجتمع الأمريكي. لكنها في نفس الوقت كمان عملت بعض الحركات الذكية أنها رشحت أحد المرشحين القادمين لما يكون يوم 19 أغسطس قادم المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي، هتقول مين هيكون نائب رئيس. يقال أن نائبها هيكون هو حاكم بنسلفانيا وهو شاب عنده 51 سنة، يعني 59 سنة. نعم. الاثنين بيتكلموا على أن احنا جيل جديد غير جيل العواجيز اللي كان بايدن أو ترامب. هذا شيء. الشيء الآخر أنها استطاعت من خلال عدم حضورها في جلسة مجلس النواب اللي كان فيها بنيامين نتنياهو عامل المسرحية بتاعته، 80 من أعضاء الحزب الديمقراطي لم يحضروا، هي أيضا لم تحضر. بتحاول بقدر الإمكان تعطي صورة للداخل الأمريكي. نعم. 3 مليون من أصحاب الأصوات اللي هي المتأرجحة المتأرجحة أنها تكون صورة مختلفة ولو إلى قليلا ما أو إلى حد ما عن إدارة بايدن السابق، فهي بتلعب الحياة بذكاء، ومن خلال هذا الذكاء نعتقد أن الشعب الأمريكي ممكن قوي في اللحظات الأخيرة الذين وبالطبع بتعول هي والحزب على كونها كانت مدعية عامة سابقة في أكثر من ولاية من الولايات الكبرى التي لها يعني كلمة سر أو كلمة حسم في الانتخابات الأمريكية. صحيح، وعندها فايلات هتفتح النار على ترامب من ناحية ثانية. ولعلنا نقول أن الشارع الأمريكي مستعد دائما لمثل هذه المعطرات، لكن المستقبل يحمل كثير من المشكلات. نعم، إذن الالتفاف حولها من قبل الحزب الديمقراطي أصبح أمرا منتهيا، حتى لو كان هناك يعني لم يكن بعد هناك انقسام بشأن ترشيحها أم لا، لأن خلاص الأصوات تقريبا حسمت، يبقى التأكيد على حسمها يوم الاثنين. لا، إذا تأكيد هذا فعل الكلام الجديد. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد محارم المحلل السياسي.